السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا، ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم دين ودنيا على شدا اف ام وشدا تي في. حلقه جديده غادي تستمر معكم لغايه الثالثه ونصف ان شاء الله وبحول الله، ودائما مع فضيله الاستاذ الداعيه والشيخ الاستاذ عبد الرحمن السكاش. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه ليك لكل من يستمع ويشاهد برنامج دين ودنيا. يمكن لكم تطرحوا من خلاله طبعا الاسئله ديالكم المتعلقه برمضان او بخارج رمضان. يمكن وعدناكم اننا غادي نقراو ما امكن يعني من رسائل الواتساب، لكن للاسف اليوم عاد وقع مشكل تقني، فاذا ان شاء الله نهار الاثنين غادي نوفيو بالوعد ديالي إن شاء الله، وغادي نحاولوا نخصوا حلقة أو الأغلبية ومجمل الحلقة لرسائل الواتساب. وغنكتفيو اليوم بالخطوط الهاتفية المباشرة اللي يمكن لكم أنكم تصلوا بنا عليها باش تطرحوا الأسئلة ديالكم. أما النقطة اللي غنتكلموا عليها اليوم هي كلمة غادي يوجهها فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن السكاش لهذوك الوليدات اللي كيشوفونا وكيتابعونا وكيطرحوا الأسئلة ديالهم، اللي هما ما بين سن 7-8 سنوات 16-17-18 سنة. هاد الشريحة المهمة جدا في المجتمع اللي أكيد أي مجتمع إلا وكيعتمد عليها بطبيعة الحال تستحق منا وقفة وكلمة نوجهها لها وتكون خاصة لها. لك الكلمة أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله عز وجل، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام. طبتم، طاب يومكم هذا، وتبوأتم من الجنة مقاما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اقضي حوائجنا، يسر أمورنا، شف مرضانا، ارحم موتانا، اضد الله لنا شبابنا، نساءنا، اصلح حوالنا، رد بنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. تقبل الصيام والقيام وسائر الأعمال يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أمين أمين أمين. اولا البارح يعني من خلال هاد الحلقات اللي دازو كنا دائما كل حلقه كنلقاو فيها وليدات ابناء وبنات طيبين وطيبات كيبعثوا برسائل ديالهم وكيبدوا يعطوا بالاستفسارات ديالهم واسئلتهم الى اخره، كنحاولوا نجاوبوا على البعض منها. لكن بغيت نوجه لهم واحد الكلمه من خلال الحلقه. اولا يعني اهنئكم على ايمانكم، لان هذا الايمان اللي انتم عليه راه مفخره، راه شيء كنز كبير جدا. لان باش يكون الانسان بنتي مؤمن في القرن 21 راه صعب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم سال الصحابه واحد النهار، كانوا جالسين واحد الجلسه يعني تنقولوا احنا ايمانيه علميه كيربي فيها الصحابه، ونفس الوقت يعني هذا الكلام هذا موجه للاطفال، موجه للابناء ديالنا، الفتيان الفتيات للشباب الشابات، عاد من بعد منهم الكلام موجه الى الكبار. سول النبي صلى الله عليه وسلم سول الصحابة، قال لهم أي الإيمان أعجب؟ وأنا هذا الكلام هذا تنوجه للشباب، يعني هذا الإيمان اللي أنتم عليه الآن راه عجيب 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 جدا. قالوا إيمان الملائكة. جاوبهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، علاش ما يأمنوش وهم راه مع عند الله سبحانه وتعالى. قالوا الأنبياء، الإيمان ديال الأنبياء أعجب. قال وما لهم لا يؤمنون وهم يوحى إليهم. ثم قالوا لما قال لهم راه لا الملائكة لا الأنبياء، قالوا إذا نحن يا رسول الله صحابة ديالك. قال وأنا فيكم فكيف لا تؤمنون. ثم قال قوم، الله سبحانه وتعالى هاد الناس هادو يكونون بعدي يجدون كتابا في ورق يؤمنون بي. ومن أنتم يا شباب؟ ومن انتم يا ابنائي؟ ومن انتم يا ابناء يا بنات يا هاد الوليدات ديال هاد الزمن هذا؟ نؤمن رغم الفاصل الزمني اللي بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 1445 سنه، ورغم ذلك واش شفناه؟ واش جلسنا معاه؟ واش عشنا في البيئه ديالو؟ لا، نحن الان نسمع، سمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم فامنا به، امنتوا به وتبعتوه. هنيئا لكم على هاد المزيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث ديالي طوبى لمن آمن بي ثم رآني، مرة واحدة، ثم قال ثلاثة المرات ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني، وكان طبق علينا عليكم هذا الوصف هذا. قال وما طوبى يا رسول الله؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. هنيئا
هنيئا لكم يا شباب يا شابات يا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن. هذا هو الإيمان العجيب، إيمان هذا الشباب، هذه الفتية اللي كنلقاهم في المساجد يتسابقون يتسارعون يصلون ملتزمون بصلواتهم، وتوصفهم الناس يقول لك شوف القرن 21 مازالين شادين في داك الشيء ديال هذا. نعم افتخروا بذلك، بل أكبر من ذلك راه النبي صلى الله عليه وسلم تيبشركم تيقول لكم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله. أنتم أنتم وكل من شب على طاعة الله، وليد كبر على الصلاة، كبر على الطاعة، كبرت البنية، كبرت على الصلاة، على الحجاب، على الستر، على الحياة. هنيئا لكم يا أبنائي، هنيئا لكم، هنيئا لكم هذا الشرف، هنيئا لكم هذا الإيمان. رمشي أنا اللي قلتها، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقالها سيد ربي سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نجد لن نتخذ من دونه. الإيمان كتقصدي تصديق بوجود الله وأنه ربعت الرسول بوحدانية الله بوحدانية الله، تصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديق باليوم الآخر، تصديق بهذا الدين. يكفي أن الشاب هذا يشد الكتاب ديال سيد ربي ويقرأه، هذا راه تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل واش شفتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما شفتي شيء، ولكنني صدقته. فهذا من المبشرين بالجنة، هذا من الذين سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك هاد الشباب هادو راه بهم من صدر ربي الإسلام في عهد النبي وحتى دابا. تلقى الشباب الحمد لله، شكون كيتكلم الان في المواقع ديال التواصل؟ شباب تبارك الله باقين غير صغار، تيتكلموا على الدين، كيحاولوا ينشروا الدين، كيحاولوا ينشروا ايات احاديث، كيحاولوا يوعوا، كيحاولوا يواجهوا حتى بعض الذين يهاجمون الدين، تيحاولوا انهم يردعوهم ويوقفوهم عند حدهم. شباب بارك الله فيكم يا شباب، يا فتيان، يا فتيات، يا شابات، ربي سبحانه وتعالى ما غاديش ينسى لكم هذا. وأكثر من هذا أقول لكم، أنتم على الصراط، أنتم على الطريق المستقيم، اثبتوا واطلبوا الله الثبات، ولن تجدوا مثبتا خير من هذا الشهر اللي احنا فيه، يزداد فيه المسلم ثباتا على الطريق، ثباتا على الحق، ثباتا على التمسك بدينه. وآخر ما أختم لكم به، لأن هذه غير كلمة فقط، ما بغيناش ندخلوا في الموضوع ديال الشباب وشكون شباب ولا هذه، كلمة أقولها في رواية في بعض السنن عند الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. الله الله، المتمسك بسنتي، اللي تمسك بالسنة ديال النبي، وأنتم كذلك يا شباب يا أطفال يا بنات، هنيئا لكم. وكنشوف ديك البنيات اللي في الان في الحوز وكي اللي كان وقع عليهم هذاك المشكل ديال دخل عليهم شخص وبدا كيلوح في المصاحف وكذا، ودوك البنيات تبارك الله شادين في الدين ديالهم والكلمه ديالهم وبادب وباحترام بهدوء بديك الروح الطيبه ديال دوك النسمات ديال دوك البنيات الله يرضى عليهم. كنشوف هادو نفتخر، لان الحمد لله لا زال الخير في المغرب، لان المغرب بلد القران الكريم. وشعرتوا بأن المغرب أكبر نسبة ديال الحفاظ القرآن الكريم في المغرب، أكثر من 3 مليون ديال الحفظة ديال القرآن الكريم، والله أعلم، لأن هادو راه محصيين، أجيو دوك اللي ما محصيينش في الجبال هي ما محصيينش. نعم. فلذلك المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيد. قالوا منا أم منهم؟ قال منكم. هنيئا لكم يا شباب، يا فتيان، يا فتيات، يا شابات، الأجر ديال 50 شهيد من الصحابة. نعم. غتلقاوه يوم لقاء الله. فتبتوا، ما تصنتوش الكلام ديال السفهاء وديال الأعداء وديال المتبطين وديال الناس اللي بغين يخرجوكم على دين الله سبحانه وتعالى، وتبتوا على دين الله. هنيئا لكم. نعم. غادي نفتحوا باب الاتصالات الحين، طبعا اتصالاتكم مباشرة على أرقامنا المبينة على الشاشة. معنا على الخط الحسن من الرباط. السلام عليكم الحسن. السلام عليكم اختي امينه. مرحبا، الله يبارك فيك، تفضل. عواش مبروك علينا وعليك، شكرا لك. الله يجازيك بخير. بغيت نسول واحد الاسئله. الله يجازيك بخير. نعم. واحد الرحمن. نعم سيدي، اهلا وسهلا. الرشوه، بغيت نسول على نهضر على الرشوه. الله يرحم والدينا. كان واش مالها؟ واش حرام الرشوه؟ واش حرام؟ واحد المقاطعه في المقاطعه مشيت نصوب شي ورقه وما بغاش يصوب ليا ويطلب مني الرشوه،
وما بغيتاتوش في الساعة الأخرى وخرجت بحالي ما بغيتش نصوب هذيك الورقة بالرشوة. نعم واش حرام تعطيها؟ نعم. وي وأنا ما بغيتش قال لك حيت سمعت القرآن قال لك نعل الله والرسول المرتشي هو طلب مني الرشوة أنا ما بغيتش كنت وأنت رحمني وفتح لي على الرشوة واش حرام؟ واخا نجيبك. والسؤال الثاني والسؤال الثاني كان ما كان كنديرها في اليمن. نعم. محمد حسان كان ديرها كنديرها في اليمن. والعالم طيب وشي وحدين في الجامعة كيشوفوني قال لك لا ديرها في اليسر. واخا نجيبك صافي. شكرا لك. شكرا لحسن. شكرا. ناخذ على الخط سهام من حسيمه. السلام عليكم سهام. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله اختي امينه. تفضلي. وشكم مباركه علينا وعليك. شكرا. عافاك الله يجزاك بالخير. عندي واحد جوج اسئله اذا كان ممكن. نعم. عندي واحد خالتي كانت المهم في سن المراهقه ديالها وديك الشيء كان عندها واحد المهم كان عندها علاقه شرعيه مع شي واحد وهاد العلاقه نسجل عليها الحمل. نعم. ودارت الاجهاض في الشهر الاول يعني الحمل كان في عمره ما يمكن كامل الشهر. نعم. وبغات تعرف المهم هي ندمت على هذا الشيء ومهم ثابت وبغات تعرف كيفاش غادي تكفر على هذا الذنب ديالها. واخا. والسؤال الثاني اختي كانت خدامه في واحد في واحد مع واحد الجمعيه ديال المخربات الاميه وما كانتش كتحضر يعني الحضور ديال المستفيدات ما كاينينش المهم كانت كتخلص على هاد الخدمه هذه وهي ما كانت كتمشي اصلا. نعم وعلاش ما كانتش كتمشي؟ نعم ما كانتش كتحضر في الخدمه يعني ما كانتش كتخدم هي محسوبه خدامه اختيار يعني هي ما كانتش كتبغي تمشي هي ما كتمشيش وكان المركز فين خدامه كان بعيد وفهمت يعني وكاين الغش بزاف في هاد الميدان وحتى من رئيسة الجمعية ولا هادي ما كانوش يعني كيراقبوا وماشي غير هي يعني تقريبا كاملين حتى من الأسماء المستفيدات وداكشي كامل المهم كيوقع تما التزوير واضح إيه وحتى يعني من الجمعية يعني عارفين هادشي كامل وخا هكا كيتغاضاو. نعم. فهمتي وبغات تعرف يعني هي دابا هاد يعني هاد الفلوس اللي كانت كتخلص فيهم شرات بهم يعني شي المهم شي ذهب شي سلسلة وداكشي هذاك وبغات تعرف كيفاش يعني واش حلال ولا حرام؟ فواش حلال ولا حرام؟ إلا كان حرام كيفاش غتقدر يعني تخلص من هاد الأموال ولا المهم. نعم. يعني ماشي شي مبلغ ودابا باقي الخلصة كتجيها؟ لا صافي ما بقاتش خدامه معاه ما بقاتش دابا بغات تشوف هذاك الشيء اللي اكتسبته يعني في هذيك الوقيته يعني خدمت معاه شي عامين تقريبا. نعم. ولا ثلاثه نجيبك تعرف كيفاش هاد الاموال. نعم. ديالها يعني تصرفات فيهم. نجيبك سهام. شكرا لك. شكرا على اتصالك بنا. اول سؤال الحسن بالنسبه للرشوه استاذ الا طلب منك شي حد رشوه باش يقضي لك شي غرض يعني ورقه اداريه الى غير ذلك واش تعطيه ولا ما تعطيهش؟ هذه رشوه لأن الورقة الإدارية الإداري مطالب بأداء واجبه مع كل مواطن فالدولة وضعت هذا الإداري أو هذا المسؤول في هذا المكان ليعطي الوثائق للناس ماشي باش يعرقل باش يشد الرشوة. نعم. فهنا تنقولوا هنا الرشوة حرام هنا بهذا سميتو هذا لكن كتبقى بعض أحيانا تتبقى بعض الامور اللي خصنا نتكلموا فيها على ان واحد المواطن تيلقى عرقله بس يوصل للحق ديالو الا ما درش بحال هكا ما غاديش ناخذ الحق ديالي وكو كعباد الله ولدي غادي يضيع لان عنده امتحان خصو يدوز يوم كذا وكذا الى اخره وما الجمعه ولا الصباح ما خديتش الوثيقه ديالي هو راه خصو يدوز تيبقى واقف هنا قال العلماء اذا ضغط على الشخص لتقديم الرشوه مكرها مجبرا يعني بالوسائل لان كاين عندهم هاد الاداريين شي وحدين منهم ماشي كلشي. نعم. شي وحدين فيهم عندهم وسائل كيدفعوا بها المواطن او الشخص او الى دفع الرشوه بزمنه كيبدا عارفين بديك الوثيقه يحتاجوا لها الى اخره كيبداو يضغطوا عليه واخا باقي ما جاش واخا من بعد واخا الى اخره فهم راسك. الى شفت بحال هكا قال بعض العلماء انه اعطي رشوه هذه ماشي رشوه باش ندافع على حقي نشد حقي هذا جائز. لان الرشوه علاش؟ واش غادي نضيع شي حق ديال شي حد؟ ما ضيعت حد، انا حقي بغيت ناخذه. خديته بهذه الطريقه، ولكن هذه الطريقه ماشي خصها تكون ديما عندنا. ولكن هذاك اللي خداها في كل الاحوال هذاك واخذ الرشوه، هذاك واخذ الرشوه. اما انا قد اجبرني عليها وكرهته عليها، انا ما بغيهاش، انا كنعرف بانها حرام. بغيت باي وسيله اش اسيدي، راه وثيقتي بغيت ناخذها، هو كيجرجر فيا. فما لقيت غير وسيله ديال هاك واخذت.
هنا هذه راه لا تسمى بالنسبه لي انا رشوه، تسمى رشوه بالنسبه اللي خداها الموظف اللي خداها. وانا لما كنقول بحالكم الله يجزيكم بخير، هذا ماشي يعني خصو يسري على الاحوال ديالنا كامله. لا سيدي غادي نمشي نطلب الوثيقه ديالي، اعطيني وثيقتي، اعطيني ما كاينش ندخل عند المسؤول، ما كاينش الله غالب. لكن تتبقى بعض الظروف اللي تتكون الانسان مخنوق فيها، واقف على وثيقه، واقف على واحد مثلا العلماء قال لك ودي مثلا واحد يعني مشى دار مباراه، وديك المباراه منقين لها ناس ما عندهم لا مستوى لا والو، واحد عنده مستوى عالي وجايبين لها ناس ما لا مستوى لا شهاده لا والو، وجايين بالوجهيات الو الو الو، قال لك كيشوف تك عيق، قال لك يجوز ان هذا كيعطي حتى هو لياخذ حقه باش ما يضيعش. هذا قالها بعض العلماء احسن مني في العلم، قالوها. ولكن هذه ما تتسماش رشوه بالنسبه لي اللي خدوها. على العموم تبقى الرشوه عموما حرام، لا اللي كيعطيها ولا اللي كياخذها، الا الضروره للاضطرار اللي كيكون مكره الانسان. نعم. السؤال الثاني على ساعه اليد، واش حتى هي فيها حلال او حرام الدار في اليمن او اليسار؟ هذا هو الحماق، هذا هو الهبل، هذا هو يعني قلت ما يدار. واش كانت الساعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ واش نزل فيها شي قران؟ كاين شي ايه؟ كاين شي حديث؟ خليونا من هذا. الا كان فلان اللي هي في مصر ولا في الليله دارها هنا شغلوا هذاك، دارها علان خور في الجهه اخرى في 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 اليمن شغلوا هذاك، تتبقى المكانه ساعه فين ما درتيها. نعم اليمن اليسر. نعم الله يجزيكم بخير، ليس هناك نص ولا حديث ولا كذا، كاين والو. نعم كاين غير آية كتقول إن الساعة لآتية لا ريب فيها، وكاينة من علامات الساعة، يعني اللي كدير الساعة كدير لك العالم في اليد، كاين علامة ديال الساعة هذه اللي كاينة فقط. سهام سألت على الكفارة ديال الإجهاد، ثم هذه الكفارة أو الإثم ديال الإجهاد واش يختلف باختلاف الوقيتة إمتى دار الإجهاد، الشهر الأول أو الثاني أو الثالث؟ هو لما تسقط النطفة في الرحم وتتلقح وتصبح من علقة إلى مضغة، إلى هنا جمهور الفقهاء على أنه لا ينبغي لأحد أن يمس هذه العلقة أو هذه المضغة، طف مخلقة أو غير مخلقة، انتهى الأمر. نعم. يعني هنا كذلك واحد مسألة أخرى، وهي ما إذا كان الإنسان يعني عنده العمد، تعمد اسقاط، هنا فين كتكون الكفاره. اما لو كان الانسان عنده ظروف كما هو الانسان لما تتكون المراه عندها مشاكل صحيه، وحكمت الطبيبه المعالجه لها بان يجب اسقاط هذا الحمل وبوثيقه والى اخره، ليس فيها كفاره، انما العمد. هذا الوليد هذا ما بغيتوش، واحد كيقول بغيتو، الاخرى تقول ما بغيتوش فاسقطت، هنا عليها الكفاره، كفاره القتل العمد، لان عمد هذا، فالكفاره فيه هو تحرير رقبه ما كيناش، ثم دية، ثم صيام شهرين متتابعين. نعم. طيب الأخت ديالها كيف ما سمعتي كانت كتشتغل في جمعية، وكانت العمل ديالها هو أنها كتقري يعني كدير محو الأمية للنساء، وما كانتش كتمشي وكانت كتاخذ الفلوس، دابا راه توقفات على هذا العمل، ولكن اكتسبت منه مجموعة من الأموال اللي شرات بها شي حويجات، واش عليها أولا شي إثم؟ أولا هذه السيدة يلزمها أن تستغفر الله وتتوب إليه من هذا العمل، تصرف مش العمل، تصرف. ثانيا كل ما أخذته ولم تؤدي فيه يعني عملا فهو حرام، هذا غش، هذه سرقة، ما خدمتيش ما مشيتيش، كنتي جالسة في داركم وكتخلصي، كيف يعقل؟ واش كاين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عنده جابوا له ابن اللتبية وكان مسؤولا عن جمع أموال الزكوات، جا حط للناس حط قال لي هذه الزكاه ديالكم وهادو فلوس تعطاو ليا. النبي صلى الله عليه وسلم تغير الوجه ديالو وتقلق، قال لي ما بال اقوام، يعني المسلم تنصفتوه يدي العمل ديالو تيجي يقول لك هذه ديالكم وهذه ديالي، هلا جلست في بيت ابيك حتى تاتيك هديتك، هذه هديه اهديت لي. فكذلك السيده هذه تنقول لي يا اختي الكريمه هذا راه حرام، يعني انك جالسه في داركم وكتخلصي، راه حرام. فين هو المجهود اللي مطلوب منك؟ يعني كاين عندك عقد بينك وبين هذه الجمعيه، تدرسين تاخذي، ما درستيش لا شيء. فاذا بمعنى ان كتقول انا كل شيء كان غادي بحال هكا. لا شوف 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 المسلم الله يرحمه الوالدين لسه
ماشي 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 القدوه ديالي يعني الناس التافهين والناس اللي كيديروا الحرام، ماشي القدوه ديالي، القدوه ديال الاسلام، الاحكام ديال الاسلام، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله، قال رسول الله ليس منا من غشنا او من غشنا فليس منا. ما غاديش يكون هذا القدوه ديالك. القدوه ديالي هو نخدم تخلص، ما خدمتش راه غش وحرام. سالينا. نعم ناخذ خديجه من مراكش. السلام عليكم خديجه. السلام عليكم خديجه، بقى معنا؟ طيب حد سعيد التواصل معنا مرة أخرى على أرقامنا المبينة على الشاشة. مسألة تكلمت فيها سهام على الأخت ديالها، مسألة ديال بحال كتقول ملي إذا عمتي المصيبة هانت، دابا مش تدخل واحد المجمع ديال الناس في عمل في عائلة في أيا كان مثلا، وستلقى أن الكل شيء غادي بنفس الطريقة، بحال إلا داك الذنب ولا داك الإثم كي صغار ما كيبقاش يبان لينا، بحال كاين يعني بحال تحس بان راه شيء عادي، يعني راه هو تياخذ والرئيسه تاخذ والاخر تياخذ وتانا ناخذ. لا دابا هذا التصرف هذا استسمح لي، ان هذا راه ماشي سب، هذا راه كلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا يكون احدكم إمعة، اذا احسن الناس احسن واذا اساء اساء. سمعتي؟ قال لك الا ما تكونش إمعة، الإمعة وشكون هو؟ الا احسن الناس وحسن، اذا اساءوا، اذا الناس كلهم ما تيمشيوش للخدمه الى غير غير حتى انا ما نمشيش للخدمه. لا سيدي سير الخدمه ديالك، سير ودوك العائلات راه محتاجين ليك، راه تنفض عندهم الغبار ديال الجهل وديال كذا ويتعلموا حروف الى اخره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يعني اذا احسن الناس احسن واذا اساء اساء، ولكن وطنوا انفسكم ان تحسنوا اذا احسنوا وان تجتنبوا اساءته. نعم الى اساءوا ما مشاوش للخدمه تجنبها، مشي لخدمتك. نعم واضح. ناخذ عادل من اكادير. السلام عليكم عادل، مرحبا. السلام عليكم علي او علي. السلام عليكم علي. علي علي علي. مرحبا علي يا علي. مرحبا. ايه واش كيدير امينه؟ لاباس نتكون لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك. كيدير سيدي عبد الرحمن السقي ديالنا؟ لاباس حياك الله سيدي، اهلا وسهلا مرحبا. كلامكم كلامكم تبارك الله راه زين، كلامكم زين تبارك الله. الله يجازيك بخير، زين الله ايامك. والله العظيم كنتمنسونا وبهذا الدين وكنتسدوا الفائده بزاف، وهذا الخير راه كثير تبارك الله زين. اهلا وسهلا. والموعظه زينه وتبارك الله، الله يجازيكم عنا خيرا، اللي كان من يعرف يعرف، واللي كان الحمد لله الله يرضينا التوفيق جميعا. امين من الله سبحانه وتعالى. ويهدي الناس قضيتها والخوت والجيران، ويا الهي الجار يحترم جاره. ذلك ليس الجيران مهم واحد، مهم واحد، مهم واحد، لا حول ولا قوة الا بالله. الجار ولا حول. المساجد حدانا، المساجد على واعس يسمعوا الميديا، على كيمشوا المسجد، سواء على واعس يسمعوا هذا الانسان كذا كذا. وأنا لا حول ولا قوة إلا بالله، ما 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 اشتحلل هاد لا إله إلا الله. الله يهدي أمة محمد، الله يهدي أمة محمد، اللهم اهدنا. أيوه ونقول لك الله يهدي الخلائق ويهدينا المجتمع. آمين. ويهدي كامل. ويرحم علينا بالرحمة ديالو ويعطيكم الخير. واحد الصادق يبلغ عليه السلام يقول له ميلو هنا جارنا هنا في النواحي يعني كيبلغ عليه السلام. وعليه السلام. وعليك وعليه السلام. ومبارك شباك ودعي معنا الله يصلح الأمور كامل. بارك الله فيكم. آمين آمين إن شاء الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام اخي علي والاخوه كاع اللي كيسلموا. شكرا لكم، بارك الله فيكم. شكرا لك علي من اكادير. غادي ناخذوا اتصال عزيزه من تيطم الليل. السلام عليكم عزيزه. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا تفضلي. الاخت امينه كي دايره لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. فضيله الشيخ الله يجزيك حياك الله. حياك الله بارك الله فيكم. شكرا مرحبا. الله يخليك. عندي واحد ربعه الاسئله واخا غنطول عليك سمحي لي، ولكن غنحاول نقولهم باختصار. الله يلا يلا. بالنسبه دابا لصلاه التراويح، انا ملي جات كورونا وانا كنديرها نديرها في الدار، يعني كنحط المصحف فوق هذاك حامل القران وكندير الصلاه غير من التراويح، انا مرتاحه في الدار اكثر من المسجد. واخا والصلاه ديالي دايزه. واخا نجيبك. ايه بالنسبه للسؤال الثاني، انا بنتي عندها 13 عام كنوقفها تصلي معايا التراويح. نعم. وكنبدا نقرا شويه بالصوت بالصوت باش تسمع هي، وكنقول لها تبعي معايا باش تركزي. نعم. يعني ما يمشيش يفرح لها عقلها. اييه. يعني واش هاد الصلاه دايزه ولا لا؟ بالجهر. نعم. ولكن الجهر غير بشويه، يعني ما كنطول، ما كاينه غير انا وياها في الدار. واخا. بالنسبه للسؤال الثالث، بغيت نعطي الفقره لاختي من حالها، وجاش ما عندهاش الاولاد، ولكن انا ما كنشوفها حتى نهار العيد، واش هاد الفقره دايزه؟ واخا نجيبك. بالنسبه للسؤال الرابع والاخير وسمحوا لي،
دابا واحد السيده كانت الناس اللي بغى يشري شي حاجه مثلا كتمشي مع الناس اللي كيعرفوا مثلا انا بغيت ثلاجه كتمشي معايا كتشري لي ثلاجه مثلا عند مول المحل كيبيع على خمس مثلا 5000 درهم هي كتب مثلا غتاخذ من عندي 6000 درهم على فترات يعني ماشي يعني فما وجد عندي واحد شويه تنعطيها وديالاش هذيك 1000 درهم اللي زايده يعني لانها بحال دابا هي كتساعدني يعني ما عنديش كتقسط لك كتقسط لك يعني هاد واش كتضمنك عند مول الحانوت لا كتخلصوا هي كتخلصها كتشريها كتخلصوا هي وانتي كتبقاي تعطيها هي كل مره كل شهر كل تكتملي لي هذيك 120 يعني ماشي 5000 درهم واخا فهمتك واش جائز هذا الامر ولا لا شكرا نجيبك عزيزه شكرا على اتصالك ناخذ فاطمه الزهراء من اكادير السلام عليكم الو وعليكم السلام السلام اختي فاطمه الزهراء معك امينه وانت هي فاطمه الزهراء اختي امينه تمشي بحال اول مره كنهضر مرحبا تفضلي بغيت غير نسول فضيله الشيخ على واحد المساله بقات لي في الخاطر ديالي وبغيت نعرف خير خير ان شاء الله شنو هي دابا الوالده مسكينه ديالي دابا الوالده كان عندها واحد التبليجير نعم ديال الذهب نعم وانا عندي كان عندي ثلاثه ديولي نعم هما ديولي صغار عليا وديالها هي كبير عليها ياك ايه وبقات المهم قالت كتخاصم عليا كتقول لي شوفي هذوك الدبلاج اللي عندك عطيهم ليا وهاتي الدبليج ديالي انا تجيه بيعيه وشري وحدين اخرين كبار كنت كنقول لها لا الوالده لا الدبليج كي خليه ديولي انا بدلهم كانت كتخاصم معايا كتقول لي لا بنتي دي هذا واعطيني انا هذوك انا عطيتهم عطيتها ديولي وديولي كاع غاليين على زعما لا ديالها واخا ومني جداتهم وهذا نطنات ديت ديالها بعتو يعني ماشي بعتو غير بحال قلتي حطيتو عند هيبي وزدتو شي فلوس وخديت وحدين اخرين نيه ثلاثة اخرين واخا ثلاثة اللي خديت ماشي بحال ديولي انا اللي عندها هي نعم يعني ديولي انا كانوا غاليين على ديالها واخا المهم اني خداتهم وداكشي دازت واحد الوقت انا خديت هذوك الدبلاج بقاو عندي هي هذاك دوك ثلاثة ديولي بقاو عندها داز الوقت واحد الوقت توفات يعني بحال قلتي واحد المده مرضات توفات نعم انا بقى فيا الحال يعني بغيت نعرف انا واش عندي شي اثم ولا لا علاش مثلا من باب اش يعني على هاد الدبلج هاد يعني على الدبليج دابا اللي خديت بحال قلتي الدبليج اللي شديت من عندها يعني فاش ديتو بدلتو تبادلتو تبادلتي انت وياها حنا ماشي مساله تبادلنا دابا هي بحكم انها عندها غير بنت وحده اللي هي انا دبلجي انا فاش كانوا في يدي بحال قلتي باش الشغل وهذا واش كان عندك شي اثم حيت تبادلتي مع الام ديالك واش هذا هو السؤال زعما واش عندي شي اثم مني شديت من عندها ديالها يعني وديتو يعني بحال كان يتبادل معها يعني وعندي شي اثم ولا لا ولكن هي اللي طلبت هذا الطلب قالت لك اعطيني ديالك ونعطيك ديالي هي اللي طلبت مني ايوا صافي نجاوبك واخا كانت كتخاصم معايا واخا كانت كتخاصمني واخا باش 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 تبادل واخا نجاوبك عزي فاطمه الزهراء شكرا لك غادي نجاوبوا بدايه بعد تحيه لعلي بن اكادير وغادي نجاوبوا عزيزه اول سؤال ديالها هو فعلا افضل قلنا ومزيان ان المراه تمشي للمسجد وكذا وكتستافد ولكن عاود كنلقاو ان بعض النساء الله يحسن العوان يعني تيكونوا عاوتاني عيانين بالشقة ولا مثلا الظروف ديالها عندها تربيه ولا مهم لاسباب كثيره كتلقى راحتها في انها تصلي في الدار واش صلاتها جائزة اولا خصنا نعرفوا بان صلاه التراويح يا بنتي فرضت في البيت ولم تفرض في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم اول ما صلاها صلاها في الغرفه ديال عائشه رضي الله عنها والناس كيطلعوا عليه من الجامع شافوه واقف الى اخره فصلوا بصلاته اليوم الثاني عاوتاني وقفوا جو كيقولوا واش غيعاود بحال ذاك النهار عاوتاني عاودوا دارها وصلوا وراه ثم الليله الثالثه نفس الشيء الليله الرابعه النبي صلى الله عليه وسلم حس بهم ما خرجش لعندهم نعم فلذلك هنا يعني هذه يعني الاصل انها فرضت في البيت صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماشي فرضت نعم. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في البيت هي لم تفرض اصلا نعم غادي نرجعوا لتفاصيل اكثر من بعد الفاصل بقاو معنا كتشاهدوا كتسمعوا البرنامج دين ودنيا على شدا اف ام وشدا تي في دين ودنيا
نواصل الاجابه على الاسئله ديالكم، على اسئله عزيزه اللي كانت قبل الفاصل. دائما في دين ودنيا على شاده اف ام وشاده تي في ورفقه فضيله الاستاذ الشيخ عبد الرحمن سكاش. تكلمنا على صلاه التراويح، وهي سولات واش صلاه المراه في بيتها ديال التراويح جائزه ولا لا. قلتي ان الاصل في صلاه التراويح اولا انها قلتي ليست مفروضة. ليست مفروضة هي ثم ثانيا ماشي مفروضة في المسجد. لا ليست مفروضة، المفروضة هي الصلوات الخمس، ما سوى ذلك من الصلوات فهي تطوع، إما تهجد إما قيام إما تراويح. نعم، والتراويح يعني سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاها لوحده ثم اقتدى به الناس، ثم الليلة الثانية كذلك في الشيء، ثم بعد ذلك إلى أن في الليلة الرابعة ما خرجش لعندهم، خاف تفرض عليهم. المسؤول قال إني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوا. أتخيل لكم كانت مفروضة علينا في رمضان يعني 11 ركعة يوميا، راه كاين اللي ما يقدرش يصليها، كاين اللي مريض، كاين غادي نوليو في ما شاء الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم الليلة الرابعة ما بانش عندهم، كذلك الخمسة السادسة صف، باش يعلموا بأن هذه راه سنة، اللي بغى يصليها الرسول يصليها الرسول. فتصلى في المسجد، تصلى في البيت، نعم. فاحتجع سيدنا عمر بن الخطاب لما شاف المسجد يعني تولى الحكم السنة الأولى، كيشوف المسجد جماعة هنايا، جماعة الهجي وذلك أزيز كأزيز النحل رضي الله عنهم وأرضاهم في القراءة ديالهم القرآن الكريم في التراويح. فقال علاش ما نجمعهمش على مقرأ واحد، فجمعهم على أبي بن كعب، وكان من قراء الصحابة وكان من كتبة الوحي، فصلى بهم الليلة الأولى للثانية. ثم كان سيدنا عمر كيف كيجي من الخلف وكيطلع المسجد وأبي يقرأ وعجبوا الحال وفرحان، وقال لهم نعمة البدعة هي، يعني جمعت الناس راه شي حاجه مزيانه. فلذلك المراه تصليها في المسجد افضل، لان غادي يكونوا القراء، تيكون الجو ديال رمضان ودك الحشود ودك الناس وداك المشهد العظيم، تزيد الايمان والله العظيم الا تزاد الايمان ديال الناس، وتشوف داك المؤمن تيتقوى بخو المؤمن، المؤمنه كتقوى بختها المؤمنه، لما تشوفوا داك الناس هنا المسجد ممتلئ، القراءه ديال الفقيه وديال القارئ تبارك الله وتبارك الله، حنا المغاربه يعني نتقنوا قراءه القران الكريم من بين الشعوب ديال العالم الاسلامي كله. فكتلقى القراء تبارك الله تبارك الله ما شاء الله عليهم، يعني يشنفون اسماعك بقراءه القران الكريم، والارواح يعني تسمو والايمان يصعد. فلاش نحرموا المراه من هادشي؟ صلات في بيتها حتى شي مشكل، صلاتك صحيحه وقيامك صحيح ان شاء الله. نعم. سؤال عزيزة الثاني هو البنيته ديالها كتصلي معاها في البيت وكتعمد انها ترفع صوتها شيئا ما في القران باش تسمعها البنيته وتبقى مركزه معها، لا باس ان المراه تسمع نفسها في القران. ليس هناك مشكل يا اخواني يا اخواتي الله يجزيكم بخير، المراه ما ترفع الصوت ديالها بالقران لما يكونوا الاغارب ناس ماشي يعني تنقولوا حنا اجانب يكونوا معك في الدار، انت هنا ما ترفعش صوتك، لكن انت وبنتك وفي داركم وسدي عليك الى اخره، نعم نسمع نفسي نسمع بنتي. واش هاد المراه ما تقراش القران الكريم؟ واش هاد المراه ما ترفع الصوت ديالها؟ لا، ترفع الصوت ديالها في دارها مع وليداتها، تتحفظهم تتقريهم، نعم ترفع بالقدر الذي تسمع نفسها وفي دارها. انتهى الامر، هذا جائز في بيتك بوحدك مع وليدك، جائز ان شاء الله، ومأجورة عليه ان شاء الله. سؤال هذا الثالث على الفطره، واش تقدر زكاه الفطر واش تقدر تعطيها لاختها اللي محتاجاها ولكن ما تشوفها حتى نهار العيد؟ الا كان نهار العيد ما بقاش زكاه الفطر ولا صدقه من الصدقات، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله، ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات. فاحرصي على ان الاخت ديالك توصل هذه الصدقه هذه او زكاه الفطر توصلها ان شاء الله تعالى في الليله ديال العيد، الليله يعني اخر يوم من رمضان في ديك الليله، او الليله مشيتي كاع بكري يمشي ورا الفجر تكوني تما عطيها ليها، يكون ديك الساعه الناس كيخرجوا للمصلى تعطى ليها. هذا ما الا بقات تصلوا الناس نعم صافي، مابقاتش زكاه ولا صدقه. نعم. وسؤالها الرابع على السيده اللي كتمشي معك عند مول متجر كيبيع شي حاجه، كتشري هي ديك المساله الثلاجه التلفازه ايا كان، كتزيد واحد الثمن وكتبقى كتصارف معها. نعم. هذا ما يسمى بالبيع بالاجل. البيع بالأجل وهو ما تفعله نفس الشيء تفعله يعني ما يسمى بالأبناك التشاركية في التعامل مع زبنائها، فكيشري واحد السلعة، هاد السيدة هادي غتشري واحد السلعة كتمشي لعند مول يعني تنقولوا الجروب البضائع الكثيرة،
حيت هذه المواطنه او هذه المسلمه ضعيفه فقيره ما مسكينه في حاجه ما تقدرش تشريها كتقول لها انا نشريها ونبيعها لك شريتها ثم باعت انتبهوا لهاد اللفظه هذه باعت ماشي سلفت راه فرق كبير بين هذا وبين هذا باعت ليها هاد الثلاجه زادت مثلا على 500 درهم ولا 700 درهم قال قسطها لك على اقساط البيع جائز والعقد جائز والتعامل يعني شرعي وليس شيء فيه. نعم. فاطمة الزهراء السؤال ديالها على الدبليج اللي كانت تبادلات مع الام ديالها، خدات دبليج الام ديالها وعطاتها ثلاثه الدبالج ديالها هي، وبقى عندها الشك واش المفروض ما كانش خصها دير هذه العمليه، واش فيها شي شك شي اثم؟ لا غير من ناحيه يعني اذا يعني لان خص الصيغه ديال هذا هاد عطاتني عطيتها ما عارفش دابا واش لا لا فهمتها فهمت غير واش هذا بيع واش هديه واش انا عجبوني ديالك هاكي نتبادلو تبادلو لان الام ديالها كان الدبليج ديالها كبير عليها وهي الدبالج ديالها كانوا صغار فقالت لها ما زعما غتمشي عند واحد اخر تي باش تبدلي دبالجك وانا انا باش نبدل دبالجي راه هذوك الكبار ونعطيك انا هذا ولكن القيمه ماشي هي هذيك ولكن هي كتقول لك انا ما مسامحه الام ديالي هي قيمه صلاة على النبي صلاة على النبي كتقول غا هي واش عندها شي اثم سجاء لا صلاة على النبي صلاة على النبي ما دمتي يعني عن طيبي خاطر هاك يا امي هادو الشوق ديالك فيهم ديرهم في يديك ارى لي هذاك انتهى الامر انا لما 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 شدت هذاك ديال ما تملكته اصبح لها فهي حره في ان تتصرف فيه والام حره في التصرف في الاخرين صافي بمعنى انه كان بيناتنا واحد العقد تم في مجلس العقد في ذاك النهار اللي هاك يا بنتي هادو ارى لي هادوك هذه خدات هذه خدات تفرقنا مشينا سالينا انعقد العقد والبيع ولا شو الهديه ولا الهبه انعقدت كل واحد تيمشي لجهته نعم واضح انتهى الامر ناخذ اتصال ميلود معنا على الخط السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله مرحبا تفضل سيدي الله يبارك فيك استاذ الله يرحم والديك اهلا وسهلا مرحبا استاذ الله يرحم والديك كانت واحد الغلطه واحد الخطره صدقت واحد القناه نعم شنو دار؟ صدقت واحد الكذب سرقتي شنقتي قجيتي اه لا اله الا الله شنق كلب شنقتي كلب علاش يا اخي يا اخي يا اخي علاش كياكل كياكل لك البيض والدجاج ايه واخا كتسول تمات عاد بقى فيك علاش ما فكرتيش ليها قبل ما ديرها؟ والله واش غادي نقول لك الماء كاين شي سؤال اخر ولا غير هذا؟ نعم اييه يقول لك شنو خصك دير شكرا يلا اسمع لينا عبر الميديا او شاهد التلفاز ان شاء الله شكرا لك شكرا ميلود كريمه السلام عليكم كريمة أهلا السلام عليكم مرحبا نقصي التلفازة كريمة تفضلي بس عليك نقصي التلفازة كريمة الله يجازيك بخير شكرا يلا تفضلي كريمة شنو سؤالك أنا أختي كبيرة بخير الحمد لله أنا لبس عليك الله يبارك فيك مبروك عواشرك علينا وعليك شكرا شكرا أختي كريمة أمينة بغيت نهضر معاك على واحد عندي واحد ثلاثة الأسئلة الله يسهل عليك نعم السؤال الاول واش مني نكون حائض واش ممكن نقرا القران واخا في رمضان واخا والسؤال الثاني الزوج ديالي بحال دابا ما كايناش معاشره كاع بالكل فاش كندوي معاه هو عنده ضعف جنسي فاش كندوي معاه كيقول لي لا صافي حنا درنا جوج وليدات صافي بارك علينا ما نديرو والو صافي نبقاو هكا دابا ربع سنين وانا معاه بحال هكا شوف الطبيب شوف الطبيب وبامكانه يشوف الطبيب ما كيبغيش يشوف شحال في العمر ديالك كريمه؟ انت شحال في عمرك؟ انا في عمري دابا 40 عام هو في عمره 49 عام واخا وسؤالك الثالث السؤال الثالث كان يلا كنتوضى بحال ما هكا ما كان الوضوء كيمشي ليا واش ممكن نتيمم ولا نعاود نجدد الوضوء مع ديما عندي هذا المشكل واخا نجيبك يلا بقاي متابعنا شكرا لك كريمه نعم أو الله يسهل عليك نسيت وخي ديما كيتضارب معايا خاص معايا قدام البنيات والبنيات كيبقاو يبكيو ويتغاوتوا وداك الشيء ومرضوا لي الله يسهل عليك بغيت نعرف دابا هو راه كيتصنت معايا بغيت نعرف شنو الشيخ ديالنا زعما يقول لي شي حاجه اللي يرحم غير دوك الوليدات ديما كيتضارب معايا قدام
الدريه البارح مخبطه مع الناموسيه صغيره يلاه لا حول ولا قوه الا بالله انا ذا كيضرب مخاصمه غير بالهضره ولا باليدين لا كيدير عليا باش ما كان قدام الدريه والدريه كيتغاوتوا هذا الشيء غير في رمضان ولا خارج رمضان بلا رمضان ديما بحال هكا دابا بلا رمضان ديما عندي مشاكل انا لدرجه كنشرب دابا الدواء عسكا عاد فيا مرض نفساني وليت كنشرب عاد الدواء الدواء خديتي بالطبيب ياك مشيت على الطبيب نفساني دابا تبعت نشرب الدواء ديال العاصم والدواء ولا ما شربتش الدواء ما كنحش وهو عمره ما مشى عند الطبيب هو اللي ما بغاش يمشي ليا على الطبيب والو كان الناس شويه يمشي كيقول لك انا ما مريضش ايوا بارك عليكم الا مشيتو نتوما للطبيب بارك عليك هادشي فيك بارك عليكم الا مشيتو نتوما للطبيب هو ما عنده ما يدير الطبيب كريمه بقي معنا في الاستماع غنجاوبك استغفر الله العظيم شكرا لك الله يرحم الوالدين الله يسلمك استغفر الله العظيم الغريب انه ملي تتعيش مع واحد فعلا خصو يمشي عند الطبيب وما تيمشيش كيولي هو ما يمشيش كيولي خصك والله الا بصح خصك ضروري تمشي انت عند الطبيب باش تقدر تعيش معاه هذا الاخ هذا الله يهديه ويرد به هذا الشيء اللي نقول الله يهديه الله يهديه نعم طيب اول حاجه نجاوبوا ميلود ميلود شنق كلب ميلود تنقول لك يا اخي الكريم ارتكبت جرما صعبا جدا حرام قتل هذه المخلوقات العجموات بهذه الطريقه لا يليق لان حتى ولو كان كيضركم كياكل هادو كان عليك تشدو جمعو ديرو في خنشه خسر عليه واحد 200 درهم شي طاكسي ديل شي منطقه شي مدينه اخرى وتلقوا الله يعاون وخليه يمشي ياكل في خشاش الارض لكن باش تقتلو بديك الطريقه حرام يا اخي الكريم حرام هاد لي أمة الكلاب أمة مثلنا أمم راه النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد القصة والله ما كينتبهوش ليها الناس النبي صلى الله عليه وسلم لما تحجب عليه جبريل كان كيجي والنبي تعطل عليه جبريل تعطل عليه اش غادي ندير منين جا يعني خرج عنده النبي صلى الله عليه وسلم خرج جنبي قال لي راه تحت السرير ديالك كاين جرو كلب وفعلا مشى لقى وفعلا كينجرو فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم هممت يعني هم بان فجاء جبريل قال لي الكلاب امه مثلكم امم فلا ينبغي لكم ان تقتلوها فكذلك لا ينبغي نقتلوها اجمع ذاك الكلب اخويا ديروا شي خنجه صغير عليه خسر اخويا طاكسي لشي مدينه اخرى دير بحال غادي نخرج الصباح من انت المدينه موجود في الجديده ولا في الاخري غادي نمشي حتى شي مدينه اخرى بعيده بواحد 200 كيلومتر ونحطو تما ونرجع في نفس الوقت نخسر عليه دوك الفلوس سبيل الله ولكن من أديش الآن وقد فعلتها استغفر الله توب إلي أحسن إلى هذه المخلوقات هذه المخلوقات أحسن اليوم وأكرمهم وتصدق لأن باش شنقو شكون عطاك هذا الإذن هذا بحالة أستاذي اللي كانوا فيهم ذاك المرض ديال إذا كان عقور جاهلين أحسنتي الله يرضي عليك إذا كان كلب عقور العقور هو ذاك اللي فيه السعر غادي اللي داز عليك يعضو ولصق ليه سميتو هذا يقتل باجماع اهل القبيله المكحله البندقيه طف في الضيم معاه ريحو من بعد ما اتصلوا كاين جمعيات طبيعه حمايه الحيوانات اللي يقدروا يعالجوا نحن نديروا اللي علينا الا كانوا ممكن. ما كانوش وعلى نعم. طيب كريمه كتسال كتقول هل يجوز للحائض خصوصا في شهر رمضان استاذ كيبغيو النساء يختموا رمضان وكتكون قسمته على الشهر واش يجوز انها تقرا القران بطريقه او باخرى او يعني واخا ما تقيسوش والله جمهور الفقهاء من امه محمد صلى الله عليه وسلم على ان الحائض والنفساء والجنوب لا يقرؤون شيئا من القران الكريم نعم كاين شي واحد يقول لك كذا ولا كذا خليونا من الهضره هذه نعم. خليونا من الهضره ديال الانترنت والفقهاء الصغار وهاد الناس اللي بانوا في الانترنت يفتون ب تقرا لا تقرا الحائض ولا الجنوب شيئا من القران الكريم هذا ما درجت عليه امه محمد صلى الله عليه وسلم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا حتى الان بعد اخري طيب. وبعض الفقهاء كذلك تكلمت على نقطه حساسه جدا وجميل ان كريمه كانت عندها شجاعه ان تكلم عليها ومجموعه من النساء ربما كيعانيوا من هذه المساله وكذلك حتى الرجال كيعانيوا من هذه المساله مع الزوجات ديالهم و الى ناقشوا الامر بيناتهم وما تيلقاوش حل وغالبا تيكون طرف معين متعنت ما كيبغيش يمشي مثلا للطبيب وفي الغالب تيكون الرجل لان المراه واخا هكاك غتمشي عند الطبيب لانها كتخاف على البيت الزوجيه ديالها والعش ديالها
فالرجال ملي كتكون عندهم هذه المشكله هذا ديال البرود الجنسي ما تيبغوش يمشيو عند الطبيب او ما تيرضاوش او على اي لسبب او لاخر. كتقول استاذ دابا هذه 4 أو 3 سنوات الاخر ما كاينش معاشره ويرفض انه يمشي عند الطبيب وتيقول صافي درنا الوليدات الله يجعل البركة. هذه مساله خطيره جدا لانها مدعاة الى تشتيت هذه الاسره ها وحده، ثانيه مدعاة الى انحراف احد الازواج اجوج، ثلاثه انه حرمان للحق الشرعي لاحد الطرفين. فلذلك اذا كان واحد من الزوجين كان الرجل او المراه الواحد فيهم مثلا بحال هذه الحاله هذه الزوج ملزم بانه خصو يمشي للطبيب، خصو يمشي للطبيب. الان كاين وسائل يعني تنقولوا حنايا حديثه، كيمشي لعند الطبيب كيتعالج، يقدر يكون المشكل نفسي، يقدر يكون المشكل عصبي، يقدر يكون المشكل عضوي. احنا ما تنتبهوش ليها لان يعني تنقولوا حنا الجهاز الذي يقوم بهذه العمليه قد يكون مريضا، يعني بالخصوص يعني البروستات او ما يسمى بالرحم عند المراه يقدر يتعالج غير يتعالج. ولماذا نتقبل المرض في اي جهاز من الاجهزه ولا نتقبله في هذا المكان؟ لا لا باغي مرض شي زعما ما خصوش مرض. لا شوف شوف اقول للجميع يعني انطلاقا من المعطيات الطبيه والنفسيه والعلميه انه الانسان ابتداء من 40 45 الفوق تبدا المطبات، تبدا النفس ديال الانسان او ما يسمى بالشهوات تبدا في تتوقع يعني خلل. فما ننساوش بان التاثير ديال الزمن ديال 45 عام اللي داز والانسان غادي والهموم والغموم والمشاكل و و و راه يؤثر سلبا على هذه العمليه، هذه وحده. ثانيا هناك بعض الامراض العضويه اللي عندها علاقه بتطبيط ما يسمى بالممارسه الجنسيه والانسان لا يجد يعني قوه لذلك، فلذلك الانسان يعرض نفسه يعرف اشمن جهه هي عنده. فلما تعرض نفسك على الطبيب المختص في هذا ستجد حلا، حتما ستجد حلا. ما يمكنش ما يكونش حل، كاين الحل. طيب الا رفض هذا الزوج واش هو اتم؟ اتم بطبيعه الحال اتم. هذه المراه هذه فين غتمشي؟ اش غادي دير؟ ونكونوا واقعيين يعني رغم اننا في نهار رمضان ان الله لا يستحي من الحق، فين غتمشي هذه المراه هذه؟ كم ستصبر هذه المراه هذه؟ تصبر عام عامين ثلاث سنين؟ يوم تهزها شهوتها اش غادي دير؟ تمشي 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 للشارع؟ فاذا ما شنو الدور ديالك انت كزوج؟ لم يحصن ان تحصن زوجتك. فما بغيتيش الزوجه ديالك تعرف سير سرا عن الطبيب لا يراك احد، حتى السميه ديالك ما تقولهاش لي كاع انت كاع. قول لي قدور بن قدور بن بو عزه بن احمد. وقول لي السميه ديال سميتو وشوف شنو المرض ديالك وشوف راه غادي تعالج. نعم. طيب سؤالها الاخير عن الوضوء، ما كتشدش الوضوء واش تقدر؟ لا يعني غير سمحي لي باش هذه النقطه هذه راه خص لان بزاف ديال الاسئله تتريدنا وتدخل لك انا عايشه معاه معذبه ما عنديش ما عندي ما قديش يقول لك راه فلان لا يستطيع او فلانه لا تستطيع، تيقول لك عندها برود عندها برود، الاخر عنده برود الى اخره. راه كاين والله ما انزل الله داء الا انزل له دواء. هادشي باش فايتيننا استغفر الله، حنا احسن منهم بالاسلام بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هما فايتيننا بهذه النقطه انه لما تيكون عنده هذا المشكل تيمشي عند الطبيب عادي عنده عادي عادي. نعم. وتيلقى الحل، حنا تنبقاو مخبيين والمشاكل نعم ونبقاو نيت في الطبيب كتقول انه كيتعصب بزاف ولدرجه انها هي اللي مشات عند الطبيب ولات كتاخذ دواء باش تقدر تعايش ويرفض ايضا انه يمشي عند الطبيب النفسي. شتي ملي قلت لك قبيله التدمير هذا كيتسبب التدمير للعائله، تدمير هو هادشي مأثر فيه خلاه متعصب، لان عرفتي واش عرفتي شنو هو الانسان يفقد الشهوه؟ راه صعب جدا، اعظم شهوه ركبها سيدي ربي في الانسان في هذه الحياه الدنيا هو شهوه الجنس. عجيب امر غريب هذه الشهوه هذا عجيب جدا. ولذلك ربي سبحانه وتعالى ذوقنا منها غير باش نعرفوا هذه الشهوه كيفاش دايره كيوجدنا للجنه. فلذلك الانسان لما تيفقد هذه الشهوه كيولي كله معصب. كيولي المزاج ديالو حاد، تيولي اللي يهضر معاه تيصلي، المراه يصليها يصلي، علاش؟ لان راه فقدتي واحد المتعه اللي كنتي كتمتع بها مشات. وكيولي الانسان عصبي يقدر يضرب يقدر يقتل يقدر بزاف د الحوايج. ولذلك ها هو تسبب الاعصاب للزوجه ديالو وامراض امراض نفسيه. علاش يا اخي من البدايه؟ هز راسك سير عند الطبيب ما شافك حد. ما شافك حد.
فلذلك ها هي تسببتي لها في الوليدات ربما غادي يتعصبوا وما عارفينش مساكن علاش وبنا مقلق عندنا واحد الاب خطير وكذا والمراه ما عارفينش بان الاب ديالهم فقد شهوته وما بغيش يعترف وما بغيش يمشي للطبيب يعني مشاكل ما والله ما على الاقل حتى الا كان هذا قضاء وقدر من عند الله ولقى انه ما كاينش علاج وان ربي صافي بعدا المراه كتقبلوا المراه تساعدوا المراه هذا قدري يعني غادي تساعدوا غادي راه الزوجه ديالك هذيك راه ما غاديش تسميتو نعم نعم واضح ولكن كنبقاو يعني شوف الرضا والله يا بنتي ما اعطي الانسان نعمه احسن من نعمه الرضا الرضا بقضاء الله نعم. عرفتي لا رضيتي بقضاء الله ايوا هي من بعد وقع اللي وقع من بعد ما كتكون درتي جميع الاسباب طبعا الحال الانسان خدا مشى لعند الطبيب دار هذا الطبيب ما اكتفاش الطبيب واحد مشى لهنا مشى لهنا مشى لهنا واظن هذه العمليه هذه شوف لها حل نعم لان الطب الان تقدم وتطور وما نقراو عن هذا لان لما كنكون كنطلع هذه الامور هذه كنلقى العجائب العجاب العجاب على هذا الشيء راه تطور بزاف واحد واحد الوقت غادي ما يبقاش هذا الشيء ديال ما يسمى العجز الجنسي او الضعف الجنسي او لا ما غاديش يبقى هذا الشيء لان وسالت كريم اخر سؤال عن الوضوء انا ما كنتشدش الوضوء واش تقدر تيمم ولا شنو دير لان واخا كتوضى كتنقض يعني الوضوء يعني هذه السيده هذه توضى فقط الماء يأذن شي الماء يأذن توضي انت غادي للصلاه ما قدرتيش تشدي الوضوء ديالك صلي هكاك واخا خرج منك شيء اما نقط واعزكم الله واما ريح صلي به نعم صلي واضح واضح يعني ما كاينش لان هذا مرض لا طاقه للانسان به نعم وما يقدرش الانسان يتحكم فيه فلذلك الحاجه اللي الانسان لا طاقه له بها معفي او معفو عنه فيها نعم. سلس البول سلس الريح الانسان تيتحرزتك يعرف الاخر الله نعم. اكبر راه مضي واثناء الصلاه خرج من الريح شوفوا الصلاه ديالو صحيحه ابو محمد من اسفي واش باقي معنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا انا سيدي تفضل الله يبارك فيك الحمد لله يا استاذ نعم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بخير لاباس عليكم حياك الله سيدي الكريم اهلا وسهلا الله يبارك فيك السؤال ديالي واحد المهمه مريضة طرحت فراش مسكينة وكتذكر السالة وهي ما بقاتش عقلها مزيان لا إله إلا الله ومن كتذكر السالة كتقول لك أنا السالة ما صبرتش كنبغي نتوضا ولكن غير كتمشي لها في هذيك اللحظة ما كاينش حتى واحد العشرة الثانيات ولا عشرين ثانية وكيمشي لها كل شيء ما شاء الله ما عرفناش كيفاش نتعامل معاه ونقول لها اش غتقول واش ما عرفناش هذا الأمر اش غنديرو فيه الله يجزيك بخير نعم هي اغلب اوقاتها ما تتعقلش ما عقلاش نعم واضح ما عقلاش مشيتي واضح طيب هذا هو سؤالك ابو محمد هذا هو السؤال شكرا ناخذ عادل مدينه الدار البيضاء السلام عليكم عادل عليكم السلام مرحبا سي امينه بخير الحمد لله الله يبارك فيك كدا مسكاش حياك الله سيدي اهلا وسهلا شباب انت الاصل الطيب والرجل الطيب بارك الله فيك والله الشيخ الى من 2020 الى استفدنا منك ما شاء الله زعما انت واحد الانسان كتوصل فكره صافي الله كتدخلها لسوا اللي قاري وسوا اللي ما قاريش صافي الله هذا واجب وانت واحد الانسان صراحه في 2020 وحنا شفنا منك كل خير تعلمنا منك بزاف د الحوايج شي حوايجات اللي ما كناش كنجهلوهم يا ربي ولينا كنعرفوهم الحمد لله انت واحد الانسان كتوصل واحد الفكره كتدخل يعني كترسخك في دماغك الطريقه الشرح ديالها ولا بالسلاسه ديالها ولا انت انسان انت ولكن طابق حتى مغربي الحمد لله يخليك لينا والله يطول العمر بارك الله شكرا شكرا لك عندي شي اسئله سيدنا الشيخ تفضل هو انا شحال هادي كنت مازال صغير وكنت مربي واحد جوج الفراخ ديال الكنار نعم ودابا انا كنت كنعرف بان دوك البواطات ديالهم ديال النقب يعني الا خواو عاد تيكون خاصهم الماكله ما كنتش عارف بان هادوك راه كيتقشروا وكياكلوا منهم الحب وكيبقى القشر وتقريبا نسيتهم تقريبا شي سيمانه فيما كنطل كيبان لي ديك البواطه عامه كنقول واخا يعني باقي عندهم الماكله واحد الصباح فقت يلا بغيت نبدلهم زعما نقي لهم القفز ديالهم شي حاجه لقيتهم توفى لا اله الا الله فاش جيت نشوف لقيت بان هذوك البواطات عامرين غير بالقشر وما كلاو الحب وخلوا القشر نعم وسبحان الله سيدنا الشيخ ديك الليله اللي غادي نفيق الصباح نمشي نطلع عليهم نبدل لهم يعني القفز ديالهم
نعم حلمت شوف علي جا هو وداك حيت هما كانوا تكروا والانثى ديال علي جا ونقزوا لي على راسي. لا اله الا الله. وهذيك من ديك النهار وانا شويه ولا ديما دارني خاطر كنقول انا هو سبب فيه. ما شاء الله نجيبك. ايه سؤالك الثاني. وعندي اسئله اخرى اختي. نعم تفضل. مثلا دابا كيكون كتصلي سيرتو لا كان شي كان شي امام كي عنده تلاوه القران وتلاوه القراءه كنخشع معاه. ولكن الا كان شي امام الله يسمح لينا ولا يعني شي قرايه ماشي هي هذه يعني الصوت ماشي هو كنلقى راسي كنفكر في شي حوايج دازت عليهم 20 عام 15 عام كيتهون شي افكار يعني ما كنبقاش خاشع معاه. نعم. وواحد السؤال اخر. نعم. مثلا هذوك الانسان اللي كيحيد الطفار ديالو مثلا اللي كيقص الطفار ديالو في رمضان واش يجوز او لا يجوز؟ نعم. ومساله اخرى يعني انا عندي واحد 2000 درهم. نعم. وخزنها تقريبا هادي شي 4 سنين. نعم. واش يجوز فيها الزكاه ولا لا؟ واخا 2000 درهم. واخا نجيبك. صافي هذوما الاسئله اللي عندك عادل. صافي شكرا. شكرا لك. شكرا لتواصلك معنا. ابو محمد تسال على الام ديالو مره كبيره ما كتعقلش اي مره كتفكر الصلاه وكتقول لهم عطوني بغيت نصلي واش يخليوها هكذاك واش شنو يقولوا ليها شنو يتصرفوا معها واش عليها بعدا شي حاجه. اولا الله يشافي لكم الام ديالكم. امين. ثانيا هي شرط تكليف ما بقاش مسكينة تتغيب لما تتفيق ثانية. نعم نعم. نخليو الإجابة بعد الفاصل كنظن. يلا مش مخرج ما يتقلقش علينا. بعد الفاصل نعود الإجابة على هذه الأسئلة. مرحبا بكم من جديد. نجاوبوا ابو محمد اللي كان معنا قبل الفاصل واللي سال على الام ديالو قلنا لي مرة كبيره وما كتعقلش ومره كتسول على الصلاه. فتنقولوا بان ام الاخ ديالنا سي محمد يعني انسانه فقدت شرط التكليف اللي هو العقل. فاغلب الاوقات تتكون غائبه فليست ملزمه بشيء. الوقت اللي كتفيق تتقول لكم صليت ما صليتش غنصلي يلا انتم كتوجدوا باش توضوا هذه الاخرى عاوتاني عادت الى حالها هذه عافاها الله سبحانه وتعالى من هذه الامور دي. النيه ديالها غادي يخلصها ربي بالنيه ديال هذيك النيه بلاش تتفيق منين كتفيق تتقول لكم صلاه غادي يخلصها الله تعالى بديك النيه انها يعني عندها النيه ديال الصلاه وانتم لا شيء عليكم يعني اش غادي ديروا لها. نعم. فالتكليف العقل ما كاينش اش كي غادي ديروا لها. نعم. فلا يلزمكم شيء اسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيها وعافيها ونسأل الله بدورنا نطلب الله ندعو الله أن يشافي كل مريض. أمين أمين. نعم. وعديل يسأل أنه كان عنده كان مربي واحد جوج ديال الكنار وخلاهم بلا أكل ولكن ماشي عمدا يعني ما كانش عارف حتى توفى ومن هذاك الوقت يعني كيأنبوا الضمير ديالو واش عليه شيء. لا شوف إمتى يقدر. أولا تحية لهذا الشاب عادل تحية لي كبيرة وتحية لشبابنا الحمد لله الشباب الطيب الشباب الطموح الشباب اللي فيه الخير الحمد لله. ثانيا يعني يا شباب يا عادل يا ولدي لا عليك لأنك وفرتي لهم وفي الظن ديالك أنك كتطلو كيبان لك سميتو فأنت لا لا ما فرطيش تفريط لما يكون الإنسان قصد أنا حطيت ثم ما نحطشهم من المكلة خليهم يموتوا هذا القصد. لكن انا وفرت لهم وكل ما كنطل كيبان ليا هنا نقدر نتفق كنقول لك الشمته. نعم الشمته نعم لان هذيك المخلوقات دوك الكنارات ودوك الالوان ديالهم والاصوات وكذا يعني الانسان الا ولفهم تيولي كانه فقد احدا من عائلتي. لكن انت راه ما عندكش النيه ديال الاساءه فمن ناحيه الاثم مع سيدي ربي او الذنب لا شيء لا شيء. ولكن الشمتة الحرقة يعني كون 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 هذا شيء آخر. فاطمئن على هذا الأمر هذا ليس عليك ذنب في ذلك لأن يمتكي الإنسان آثم ومذنب لما تيقصد لما تيتعمد لما حطيتهم تما سير خليهم براسهم ياكلوا ولا ما ياكلوش هنا تعمدت. أما وأنت الحمد لله حريص عليهم وتطل وكذا وكتقول راه عندهم 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 وتشمتي ف
أسأل الله سبحانه وتعالى يجازيك على الدنيا ديالك. السؤال الثاني على الخشوع في الصلاة، أنه ملي كيكون مقرئ جيد فهو راكي يركز معاه، ملي ما كيكونش فكيبدي السهو يعني. طبيعة الحال، طبيعة الحال يعني هذا يحدث لكثير من الناس. أنا يعني لما تيكون المقرئ ويرفع الناس، عرفتي شنو هو؟ أنا استغفر الله غادي نقول أنا بعض الارتسامات ديال الناس لما كنا كنصليو الناس. كان تلاقيت واحد السيد قال لي سي سكاش عرفتي منين كتكون تصلي وكتطلع شي طلعة؟ قال لي قسما بالله إلا كان وقف على الأصابع ديال الرجلية تبعك. فلما تيكون المقرئ الجيد و يجول بالناس في عالم الخشوع، آه يا سلام راه ديك الساعه تخشع بزمنك. لكن لما تيكون الامام ولا القارئ تيكون مفضي، القراءه عاديه يعني داك الشيء مسدود ما كاين لا هذا لا والو، بطبيعه الحال الناس غادي يصلي الركعه الاولى الركعه الثانيه الثالثه، ما كاين خشوع حتى تلقى الناس تنسحب. فلذلك هذا يحدث للناس، ولذلك الناس يعني تنقول لهم أنه في رمضان احرصوا على المساجد التي فيها الخشوع، اللي فيها المقرئين يعني يخشعوكم يتعاملوا مع الآيات. لما توصل الآية عرفتي لما تبدل المقام ويقرأ بمقام يعني ربما يقدر يكون حزين شبه حزين أو العجم أو الصبا أو نهواند أو كرد، فهنا تتكون انت صاعد في عالم الإيمان. لكن لما تمشي للمسجد يعني مسكين الله يحسن العوين، القراء القراء على قدهم، كاين اللي تعلم وترقى، كاين اللي بقى مسكين محدود، الناس كتجيك غير كتقضي الغرض وصافي. فهذا جائز، وسأل على تقليب الاظافر، واش نقدروا نحيدوا الاظافر ديالنا في نهار رمضان؟ لا حرج في ذلك، لا علاقه لتقليم الاظافر او قص الشعر او الحلاقه او برمضان. لا يفطر. ثم 2000 درهم واش عليها الزكاه؟ لا زكاه فيها، ما بلغ حتى النص، ما بلغ حتى الربع. راه 4 مليون هي اللي عنده 4 مليون الان وفوق هي الزكاه. نعم. قل لا زكاه فيها 2000. نعم. صدق الى بغيتي تصدق شي بركه، الله يرزق من واسع، الله يوسع على الجميع. ناخذ اتصال عبد المجيد. السلام عليكم. لا اختي مرحبا. الحمد لله، الله يرحمه والديك. تفضل اسيدي. اهلا وسهلا. الشيخ عندي واحد سؤال. الشيخ ديالنا الله يطولنا في عمره. نعم. بارك الله فيك. نعم اسيدي اهلا وسهلا امين. الوالد ديالي عنده واحد جوج، مزوج مره الاوليه. نعم. ودابا الوالده ديالي تما المره الاوليه كتوفات وخلات 4 بنات. نعم. الوالد ديالي ملي تزوج بالوالده ديالي عاود دار مع الدراري كيتسمى، ودابا ملي توفى الوالد مده هذه شي 15 سنه واحد خالي كان عايش معانا مزوج بالخوادريه من المراه الاوليه، فهمتي؟ شكون؟ واحد خالي. خالك؟ هي مزوج بواحد اخت المراه الاولانيه ماشي، فهمتي؟ اييه وهذيك دابا ملي قسمنا كيتسمى الورث وهذه هو كعايش معنا هنا في البلاد، ملي تسمى قسمنا الورث ما بغاش يدير معنا الحال، ما خلينا كما ديرنا معاه ما بغاش يدير معنا الحال. قال لك اودي شي ارض تاعي عطاها للوالد ديالي، قال له هذيك ديالك تسمى مع الطلاق، قال له شي حاجه اثبات يعني وصى بها بانه هذيك ديالو. ما عنده حتى شي اثبات. ما عنده حتى شي اثبات، ما وصاش زعما شي والده ديالي ولا دابا الوالده ديالي ديالو، ما وصاها ما والو، هو كيقول اودي هذيك الارض ديالي. ودابا قاطعين معاه من العلاقه ديك جوج خوتي، واحده كساكنه معاه واحده مزوج بها، دابا قاطعين العلاقه مده 3 سنين، هو ساكن معانا هنايا ما كنهضروا معاه ما كيهضر معانا، واش كاين شي دم في هذا الشيء ولا؟ وباقي هو عنده الارض. لا الارض تسمى دابا محبسه لحد الان، ما كنحرثوا لا حنا لا ديك خوتي، دابا الارض هذه مده عامين محبسه ما كنحرثوا ما والو. تتشوفوا شنو غديروا؟ نعم. حبسنا الاصل وقاطعنا تسمى العلاقه دابا لا صله الرحم ولا. واخ لا حول ولا قوه الا بالله. هو مرتو غنفهموا علاش ما كتهضرش معاكم، واختكم الاخرى اللي عايشه معاه علاش ما تهضروش معاها؟ دابا حنا كنحاولوا نجبدوها لعندها، جاو الناس كيتسمى انا قلت لك الناس كبارين وقسموا الارض وما اللي تكلفوا بديك الشيء كامل. واش هي 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 غاديه معاه في الخط بانه راه كتقول؟ هي غاديه معاه في الخط، هما ديك خوتي ماشي زعما قلبهم قبيح، ولكن من ديك خالي هو اللي ضاغط عليهم بانه هذا. واخا نجيبك غنجاوبك في هذا الشيء هذايا ولا تسمى دم. طيب. هو هنا. نعم نجيبك عبد المجيد من الشاون، تحية لسكان شفشاون. ناخذ إخلاص من وجدة. السلام عليكم إخلاص. مرحبا يا إخلاص. السلام عليكم.
طيب غنجاوبو عبد المجيد. سمعتي الوضع، رجعنا الموضوع ديال الارث والمتاع ديال الدنيا الفاني اللي غيبقاو رانا، وحنا غنمشيو للصداع نمشيو للحساب. نعم باكم خلاوها لي بدون اثبات بدون حتى شي حاجه. يعني يلزمه البينه. هذا الزوج ديال الاخت ديالهم من 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 مرا اخرى يلزمه البينه. طيب. او نعم. ان يقسم على المصحف يجيبوا له الجماعه. لا 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 اسمح لي، احنا مازال عندنا في القبيله في القبائل اللي ناويه يقول لك حقك راه غادي يقسم. شوف دبرزو الى قسم الشيء، لا قسم خليه قسما بالله انه لما يقسم الانسان على الكل على القران واذا كان كاذبا، وان شاء الله ما غادي الامور ديالو لا تنصالح وغادي يفضح الله سبحانه وتعالى. دابا المهم هو راه ما خايدش الارض ياك، موقفينا دابا ما خايده لا هو لا هو. المشكل دابا اللي كاين هو تيسال على العلاقات، قطع صله الرحم. بطبيعه الحال يعني راه اختهم اللي هي من 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 باهم من باهم راه بطبيعه الحال يعني راه راجلها هذاك خالو، اختها كذلك اختهم اخرى الاخرى من باهم عايشه معاها يعني بما انا مضغوط عليها راه اختي هذه. انصر اخاك ظالما او مظلوما. ما شاء الله ماشي انصر اخاك لما يكون مظلوم، ولما يكون ظالم خصك توقفوا عند حده. مثلا الزوج ديال اختي شفتوا بانه ما عنده لا بينه لا اوراق لا والو، السيد بانا ما وصاش ما قال والو، والسيد جا خد هذيك الارض ترمى عليها وقال لك راه عطاني، خصني نوقف مع الحق. حتى الا ما وقفات مع الحق توقف لا مع هادو لا مع هادو. فيعني صله الرحيم تبع الحال، واش كيتسنى الاخ ان لما غيوقع هذا المشكل هذا غادي صله الرحيم ما تبقى؟ راه ما تبقاش، تشتت الاسره. فين ما دخلات فين ما كان شي مشكل ديال الارث، وفين ما كان شي مشكل ديال رفعتي عليا دعوه رفعتي عليك دعوه خديتي كون على يقين كاين تشتيت الاسره، كاين علاقات مشتته، صله الرحيم مقطعه الى اخره. فهنا الاخ اللي كيتسال وهو الاخ عبد المجيد مشفي، وانت نقول لي اخي الكريم الا لقيتوا ما توصلوا الرحم ديالكم وصلوه، وصلوا الرحم ديالكم سولوا عليه. هذه مناسبه ديال رمضان والعيد جاي، الله يبلغنا ويبلغكم العيد. سولوا على اختكم، سولوا عليها كذا، اختي هذا الشيء اللي قسم الله، حنا ما شفنا راجلك، حنا ما شفنا ما سمعنا، بلا ما خلا والو يقع حتى هو باك، ما وصى امنا، ما وصى امك، شنو هذا الشيء؟ واش حنا غالطين؟ واش حنا قلنا الراجل شي حاجه ماشي هي هذيك؟ شرح. نعم. ورغم ذلك تيبقى السلام عليكم اختي، السلام عليكم، لان راه دابا في الباديه خصوصا المناطق الجبليه يعني راه دار وحده. راه كيفاش يعقل انك تدوز عليه انت دايز من هنا ووقف ليه ولا الوقفه ليه؟ راه على الاقل قول السلام عليكم اختي، وعيدكم بروك، وعشركم بروكه، وزيد في حالك. نعم. ناخذ محمد من جديده، السلام عليكم محمد. الله. للاسف. طيب ناخذ بوجمعه من شيشاوه. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دايره في الساده لاباس بك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الله يشرفك. علينا وعليك شكرا لك. بنسول الاستاذ ديالنا السي عبد الرحمن سكاش على واحد جوج اسئله. واش مرحبا الميت كيستافد من قراءه القران؟ نعم. والسؤال الثاني الصيام بالسلاك واش يجوز لا يجوز؟ الصيام باش؟ بالسلاك صياد صيدو السلاك. ما فهمتش والله. صيدة ديال السلاك كيصيدو صيدة ديال اللي كتديرو السلوكة وكتشد ياك؟ كيلاب السلاك. ياك فهمتي مزيان. طيب شكرا لك، هادو هما الجوج الأسئلة اللي عندك بجمعة. شكرا على اتصالك، مرحبا. أول مسألة واش الميت كيستافد من القرآن الكريم اللي كنقراو عليه؟ لا يستفيد، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. القرآن يعني يقدر يستفد منه الميت إذا قرأنا وحولنا قلنا اللهم أبلغ ثواب ما قرأت إلى روح فلان، يصل يعني نقرأ نقرأ ولكن أهدي يعني الدعاء أهدي له هذا القرآن اللي قريت على شكل دعاء. أما نقرأ ونقول صفي سيصله وينتفع به ويغفر له، هذا الله يخليكم. الثابت هو الدعاء، ركزوا عليها، الثابت الدعاء. القرآن نزلوا الله باش نعملوا به، الأحياء لأهل الأرض اللي فوق الأرض فوق التراب، أما اللي تحت التراب مشى لذاك الشيء اللي قدم. إلا قرينا شوية ديال القرآن نحوله لدعاء،
تصدقنا نحوله دعاء، درنا واحد العمل صالح نحوله دعاء، درنا واحد صدقة جارية نحولها إلى دعاء لفلان، نوي لفلان لفلان، اللهم الصدقة الجارية لفلان يصله ثوابها. أما لا نمشي تما لا 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 إلى آخره، وسير فحالك انتفع منه الميت. أعطيني شي دليل على أنه انتفع من القرآن، من القرآن ومن السنة. ليس هناك، ليس هناك دليل. لا تقلب تتعيا ما تلقاش دليل ديال أن نقرأ عليه القرآن انتفع بالقرآن، قريته زدت في حالة انتفع في المقبرة، ما كاينش. كاين الدعاء، حول هذا القرآن إلى دعاء. اللهم أبلغ ثواب ما قرأت إلى فلان، فإنه يصل إن شاء الله تعالى. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم. وسأل عن الصيد بالأسلاك. والله الأمر الصيد بالسلك يعني فيه خلاف، يعني لأن المسموح به هو الرمي. قال كده كان يعني عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يرمي بالمعرض. المعرض شنو هو المعرض؟ المعرض هو واحد خشبة، نديروا هذا القلم هذا خشبة مقمقمة من هنايا ومقمقمة من هنايا، فكيصيفطها كيشوف مثلا البهيمة تيصيفطها بحال هكا كتبقى غادي وكتلوى. قال لي فإذا خرق يعني داك القمقم ديالو دخل في الحيوان خرقوا سال الدم فكل، وإن أصاب بالعرض بالعرض فلا، لأن إلا أصاب بالعرض يعني العرض غادي زوي غادي يبقى الدم الداخل ما تاكلش منه، رجيفة هذه. وهذا الوصف ينطبق على السلك اللي غادي تشدو غادي تخنقو، فين هو الدم؟ ما سالش الدم، تخنق الدم بقى الداخل. فإذا الصيد بالسلك يعتبر من الصيد المحرم. نعم. فحتى ذاك المعرض، شوف المعرض لما كيصيفطو كيصيفطو عدي بن حاتم قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل بسم الله، فكان كيقول بسم الله وكيصيفط. الا صابو ترشق فيه وترشق فيه وجرحو وسال الدم كل، صابو بالعرض يعني جات كلها فيه بحال يعني هكذا فلا تاكل لان الدم بقى فيه وتجمع فيه، ومعروف ان الدم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الى اخره. نعم. ناخذ فاتح. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا تفضل سيدي. نعم كنسمعوك. نعم كنسمعوك تفضل. نعم كنسمعوك. يا اخي كنسمعوك تكلم تكلم تكلم. كنا لاباس اخويا. الحمد لله سيدي مرحبا. سؤالك. سؤالي واحد العائله ديال المراه ديالي جاني مدعسن على الورد. مالهم؟ زيد مدعي معاهم على الورد زيد. نعم قطع الخط. قطع طيب. الخط. طيب كنرجعوا دائما مشاكل ديال الارث يعني وما تخلفه من يعني وهذا تيبين لك تيبين لك يعني لماذا نعيش في مجتمع نعيش يعني ضغوطا نعيش مشاكل على المال على المتاع ديال الدنيا. الناس راه مضربه على الوسخ ديال الدنيا، مضربه على الطرب، مضربين على نهار كامل حنا تنمشوا فين خص الانسان فين شي حاجه في سبحان الله العظيم. فلذلك اخواني الكرام ربي سبحانه وتعالى لما تكلم على الدنيا اش قال عليها؟ زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. كل هذا الشيء كله يبقى في الدنيا. لا. والله عنده حسن المآب. راه اللي يبغى الراحة ديالو والجنة ديالو راه ربي عنده الحسن المآب، حسن الرجوع، القصور والحور والأنهار والجنات عند سيدي ربي. ولكن لاش اللي يبغى الحلال واللي بغى الصفاء واللي بغى الطريق ديال الوضوح واللي ما بغى هاد الوسخ هذا يتوسخ به، والله الا اللهم لك الحمد لا لنا ولا علينا. مات مشى في حالته ما خلى ماده صلاه على النبي. نعم مضاربين على الوسخ ديال الدنيا. هادو دابا هادو غير الناس العاديين اللي كيطرحوا علينا الاسئله. واجي تشوف الناس اللي عندهم الملايير المليارة، عرفتي راه الناس راه كتلعب بالملايير يوميا، ولما تيوقع شي مشكل الى اخره كتبقى العائله كيبداو يتناتفوا ويتكازروا وفي المحاكم واه 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 واه. لا اله الا الله. واش غادي نديو منها؟ غتمشي بتويب اخر موديل ديال الكتان ديال الكفن الكتان غتديه معك اخر موديل، والله العظيم غادي نلبسوه كامل. واش غدي معاك هاد الاراضي وهاد العمارات وهاد الشركات وهاد الملايير المماليه؟ راه ما غدي معاك والو. نعم. غتدي معاك غادك القطين وغيتحط في القبر ديالك، حتى الوالدين الحباب غيرجعوا الفلوس غيرجعوا وغتبقى انت والعمل ديالك. نعم. ايه يا بنادم
ناخذ مصطفى من تاونات. السلام عليكم مصطفى. مصطفى معنا؟ مصطفى باقي معنا من تاونات؟ انقطع الخط. نعم تفضل استاذ. باقي نتكلموا على الارث. لا هو شوف الارث، الارث هذا راه مشكل كبير لانه تيخلف واحد المآسي، ومن جمله هذه المآسي يعني صله الرحم، تقطيع صله الرحم. الناس كتضرب على الفلوس والعائله كلها مشت، هذا ما يهضر مع هذاك، هذاك ما يهضر مع هذاك، هذوك مشوا عند هذوك، هذاك كان مجوج بنته صيفطها لهم، هذاك كان مجوج مع الغريب. الغريب هو السؤال دائما اللي كنطرحه وما تلقاش ليه اجابه، هو دابا الا بصح هذاك الانسان اللي خدا هذاك الارث هو تيامن بالله وتيامن بانه راه غيموت واحد النهار، زعما واش ممكن ان الانسان كيامن بالله وكيامن انه روحه بيد الله ويقدر ذاك النهار مازال يقبض له روحه وغادي ياخذ زعما شي حاجه ماشي ديالو؟ انا كنقول ربما استاذ كيلقاو شي تخريجات باش كيقنعوا راسهم، صحيح راه ولكن ماشي زعما عيني عينيك ما ياخذكش فيها الشك. هذا شنو اللي كيدير هذا الشيء؟ اولا الحرص على متاع الدنيا والغرور فيها، ها واحد. ثم الثاني وهو ان الانسان يعني سبحان الله العظيم ما تيخممش الوقفه ديال الاخره. وعلاش الاخره استاذ؟ ودابا بعدا دابا واش دابا ما يمكنش ديك الساعه فديك اللحظه ربي يقبض لك؟ انت كتقول لي، انت كتقول لي فلان، انت كتقول لي فلان 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 راه الشيء ديالها ماشي ديالك، راه ديال سميتو ماشي شغلك. انا عرفتي شنو هو هذا؟ هذا راه الحرص، هذا راه الغرور، هذا راه الاغترار. وربي سبحانه وتعالى ماشي ما حدناش من الغرور من الدنيا. وين كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. راه بنادم غادي يتمرمد غير من مدو الفلوس، شحال من واحد مرمدين الفلوس والله ما يخليه ولا يصلي لا يركع، كاين اللي ما عمرو حط جبهتو لله سبحانه وتعالى في الأرض، بسبب أش؟ بسبب الفلوس، بسبب الأرض، بسبب نهار كامل ويتجرى، جرى ليه جرى ليه جرى ليه، والحالة ديالو تشوفه في الزنقة، هذا عنده الملاير، والله ما عنده الملاير، كتقول والله ما عنده الملاير، هو راه غارق في في الفلوس حتى ما شاء الله والمشاكل. ناخذ اتصال استاذ. الحياه راه صعبه. ناخذ اتصال. حفيظه من وجده، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، واش مبروكه؟ علينا وعليك، شكرا لك حفيظه. اختي بغيت نسولك على قبل زكاه الفطر، واش يجوز نعطيوها لشي وحده بحال نقولوا تمات الباغا؟ تعطيوها لشي وحده مالها؟ هاي تمارس ماعرفتش كي نقول لك. واضح واضح السؤال ديالك، واضح واضح واضح. شنو فهمتي منه؟ تمارس الزينة. يعني سيدة كتمارس الزينة؟ نعم. واش يجوز انك تعطيها ليها؟ طيب نجيبك. الزهرة ديالنا ايوا وساكنة بوحدها راه كيفاهمة. عندك شي سؤال اخر؟ هذا ما كان اختي. شكرا لك يا حفيظة من وجدة. نعم تفضل استاذ. نعم يجوز إعطاؤه، فتتبقى رغم أنها باغية وزانية الله يعفو عليها الله يتوب عليها، تتبقى مسلمة، تساعدها مسلمة، يعني ترتكب معصية من المعاصي اللي حرم صدر بي وهي الزنا. ولكن هل هذا معنى ده أنها غادي يخرجها من الإسلام؟ لا، تتبقى مسلمة، مثلها مثل شارب الخمر، مثلها مثل الذي يتعامل بالربا، مثلها مثل الذي يسرق، مثلها مثل الذي يدخن، مثلها مثل الذي يتعاطى المخدرات، بحال بحال، غير هي فعل شنيع لأنه لا يليق بالمرأة المسلمة. ولكن تنقولوا هاد السيدة هذه إذا كانت غتوظف هاد الفلوس هادو في الأكل ديالها وديال وليداتها وديال كذا، أعطيهم لها حرج. ويعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الحديث ديال صباح الصباح تيتكلم على واحد رجل تصدق الحمد لله على بغي، يعني تصدق فقال الناس تصدق على بغي، قال لهم الحمد لله على بغي، راه عطيتها باش نكفى باش تمشيش الى راه واحد النهار الى حبست على الزنا راه راه شي حاجه كبيره. فلذلك اعطوها يا اختي الكريمه، هي تبقى مسلمه محتاجه، وربما داك الشيء يهنيها من انها ما تمشيش لذاك الطريق، والله يتوب عليها. امين امين اللهم امين. المزيد من اتصالاتكم كناخذوها كذلك واكيد مباشره على ارقامنا الهاتفيه المبينه على الشاشه. طيب الناس كذلك بهذه المناسبه يعني باقي 15 يوم تقريبا او على زكاه الفطر او اكثر بشويه، وبدات هذه الاسئله ديال زكاه الفطر، شكون يستاهل نعطيوه زكاه الفطر استاذ؟ يعني واش كاين فئات معينه مثلا؟ شوف زكاه الفطر حددها النبي صلى الله عليه وسلم في صنفين، جوج ديال الاصناف،
في الحديث ديال ابن عباس أن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للفقراء والمساكين. طعمة هنا حدد الشرع شكون هما الفقراء والمساكين. شكون هو الفقير؟ شكون هو المسكين؟ الفقراء والمساكين إلى قلنا الفقير هو الذي لا يجد شيئا ما عندوش. نعم. عندوش. ربنا خلقته. نعم. وأما المسكين فهو الذي يجد. ولكن على قد الحال. ولكن بصعوبة. نعم. ورد كرم سيدنا في القرآن الكريم. نعم. وأما السفينة فكانت لمساكين. نعم. يعملون في البحر. نعم. نعم. ناخذ اتصال ملكة قبل من الفاصل. السلام عليكم ملكة. السلام عليكم. مرحبا. أمينة. أخباركم لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. كدير سي الحاج كاش؟ الحمد لله. الحمد لله بارك الله فيك. كنشكركم بزاف وكنحب هذاك الرجل رجل طيب كنحبو في الله وكنحب عزك الله احبك الله دائما تبع البرنامج منذ سنين هذه. بارك الله بارك الله فيكم احبكم الله الذي احببتم فيه. الله يخليك. عندي واحد جوج الاسئله. نعم. السؤال الاول هو عندي شي فلوس كنجمعهم لولدي كيسالهم ليا. نعم. وراني كنحطهم ودابا واش ممكن نزكي عليهم؟ نعم. واخا هذا نعم. السؤال الاول. السؤال الثاني الله يخليك واش التجاره في المخدرات ماشي في المخدرات السجائر فقط؟ نعم. السجائر واش حلال او حرام؟ واخا نجيبك. شكرا لك يا ملكة. نجيبك لكن بعد الفاصل. بقوا معنا كتسمعوا كتشاهدوا البرنامج دين ودنيا على شدا اف ام وشدا تي في. مرحبا من جديد ومرحبا باتصالات ديالكم. مازال مواصلين معكم الى غايه الثالثه والنصف ان شاء الله وبحول الله. اتصلوا بنا على ارقامنا المبينه على الشاشه. كانت قبل الفاصل معنا ملكه سولات على مساله ديال انها كتجمع واحد الفلوس كيتسلهم لها ولدها واش تجب عليها الزكاه ولا لا؟ كيفاش كيتسلها ولدها كيتسلها فلوس ودابا كتجمع الفلوس باش تعطيهم ليه؟ تجمع الفلوس باش تعطيهم هذوك الفلوس اللي كيتسالها تعطي بعدا اللي كيتسال عاد تخرج الزكاه. هذاك الشيء يعني لا تجب عليها الزكاة. لا تجب عليها الزكاة حتى نخرج لان الزكاة يمكن كنخرجوها كنخرجوا لما ما فضل يعني شاط هذا شايط على نخلصها ها كيتسالني كيتسال فلان هذاك الدين عطي لي ديك الساعة كنجي نتحاسب شحال بقات عندي بقات عندي 20000 درهم ما وجبش عليا الزكاة. فإذا أول شيء هو تعطي الديون تعطي للناس اللي كيتسالوا بعد تجمع إلى وصل 4 مليون الفوق خرج الزكاة ما وصلش لا زكاة نعم. عليك نعم. ثم سألت على التجارة في السجائر واش حلال ولا حرام؟ هنا نسأل أنفسنا واش السجائر أو التدخين حلال؟ التدخين حرام بدليل قوله عز وجل لأنه فيه ضرر لأن الله سبحانه وتعالى قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات واحدة. ثم وصف الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم التدخين أو السجائر تدخل في عموم المسكرات نفس الحكم ديال الخمر يعطى للمخدرات يعطى للتدخين يعطى للشيشة يعطى لجميع أنواع المخدرات الصلبة أو السائلة أو يعني العبارة عن أسمدة أو إلى آخره. فحرام إذا كان هكا فبيع الدخان حرام لأنه فيه ضرر للمسلمين فالمسلم لا يبيع شيئا فيه ضرر للمسلمين. ناخذ اتصال مهدي من قول ميم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا تفضل. شكرا أستاذ كنشكرك على البرنامج اللي تنورونا به. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. بغيت نسول فضيلة الأستاذ على تأمين لاسيرونس. عندي واحد السابق اللي كان صار لي واحد الحادثة كبير ودابا خرج لي واحد 10000 درهم ديال لاسيرونس وهو كيسول. هذا الصديق ديالك ديالاش كان داير تأمين ديالاش؟ لا بلا ما يقول يدخل السمية. لا ماشي الشركه ديالاش على 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 شنو على الموت على حادث على سياره شنو هي السياره داخل الرويه واحد لاكسيدون بالسياره خرج لي التامين خرج لي تامين من بعد حادث دار حادث على حادث ايه هو كيتسول على على لاسيرونس واش هو حلال بلا خرجت لي 10000 درهم ديال لاسيرونس كيتسول واش حلال ولا حرام هو باقي مستقبل لي واخا نجيبك واضح السؤال أستاذ. واضح. كيسول واش التأمين أصلا حلال ولا
ولا التعليم حرام. واخا نجيبك مهدي، شكرا لك من قول ميم، شكرا على اتصالك. نجاوبو مهدي، واش تأمين على السيارة حلال أم حرام؟ ويعني هناك يعني قوى للعلماء في هذا، ولكن الذي نراه صائبا هو أن هذا النوع من التأمين أقل ما يمكن، يعني أكثر ما يمكن يكون فيه هو الكراهة، يعني كراهة التنزيه. ولكن صراحة يعني تبقى أن التأمين الآن في المجتمع ديالنا يمكن يدخل خصوصا في هذا الشيء ديال السيارة، ديال يدخل في التأمين التعاوني، لأن الإنسان تحدث له آفات وتحدث له يعني في أثناء السياقة، تتكون سرقة، تيكون العافية، تيكون الإنسان حادثة، صدم أو صدم، فهنا تيكون الشركة التي تتولى أو تتكلف بالتعويض. فمن العلماء من قبل هذا، منهم الشيخ الزرقاء رحمة الله عليه وقد قبل هذا وأجازه، وبعض العلماء آخرين يعني أنكروا هذا وقالوا فيه كلاما. على كل حال تبقى أن الآن التأمين في واقعنا أصبح يعني ضرورة، وأصبح شيء يعني الإنسان مجبر عليه. فبزاف الناس اللي كانوا تيقولوا حرام 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 تلقاهم يعني يمارسون أو منخرطون في هذا، سواء بدراجة نارية أو سيارة أو شيء من هذا القبيل. ومن باب إيش أستاذ كاين الكراهية لهذوك العلماء؟ لا، لأن العلماء دخلوا، كاين من العلماء اللي قال لك ودي هذا من باب الغرر ومن باب الربا، ومن باب يعني الربا فين زعما الربا اللي تتحط واحد المبلغ وتتاخذ، ولكن كتاخذ في حالات وقع لك المشكل. هما قالوا هذا الكلام هذا. نعم. انا دابا ما قلتش انا الراي ديالي، ما قلت لا انا غير ناقشوا الراي ديالهم. نعم لا الراي ديالهم قالوا بحالك، يعني قال لك ودي راه فيه غرر، فيه ربا. يعني يغررون بالناس، اجيبوا الفلوس، احط الفلوس وسنغرمك، وشحال غيغرموك؟ يعني سنه كلها انت حطيتي واحد المبلغ ضخم ديال كذا وكذا، شحال خديتي منه؟ خديتي منه تاخذ منه واحد المبلغ الى وقعت لك حادثه. اما الاغلبيه تيكون حريص على انه يخرج السنه كامله بدون راهما. دابا الناس ديال اللي كيقولوا الحرمه قالوا هذا الكلام. حنا تنقول بانه الان اصبح التامين ضروره، وليس كل التأمين ضرورة، لأن كاين هناك التأمين على الحياة، التأمين على الروح، التأمين هذا من الأمور المحرمة. راه الله أمننا على الروح، راه حنا أمننا سيدي ربي على الروح ديالنا وهو مؤمن عليه. فلما تنقولوا لي أنه أمن على الروح على الحياة، هنا يعني كأنه يعني يدينا من يد الله، يعني سبحان الله، يعني تجي الموت إلا بغا تجي راه هذوك غادي يحاميو علينا وغادي يضرقوا علينا. دي الله يهديكم. لا، مازال سيارة غادي بها تصدمات وقع لك هذا باش تصوب تأمين، نعم لا حرج في ذلك. وإذا بمعنى أن هذا المال الذي يأتي نعم جائز، وفي حكم بعض العلماء وضعوا في حكم ما يسمى بالهذا ذاك التعويض اللي تتقدمه الدولة. لا ماشي الضمان، لا في حكم يعني كاين الدية، في حكم الدية مثلا من صدم ومات الى اخره تتعطى، فهذا يدخل في هذا الباب. هذا ناخذ مريم من سلا. السلام عليكم. عليكم السلام اختي مريم، لاباس؟ ودابا شكون مريم؟ واش انا ولا انت؟ امينه اللي اتصل بيا تيقول لي سميت. مرحبا بك مريم، تفضلي. الله يحفظك اختي، تحيه للدكتور كبيره. الحمد لله، مرحبا. شكرا، جزاك الله خيرا. بغيت نسول الدكتور، الله يجازيك بخير. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا كنهز الراجل ديال الفلوس كناخذ ليه. ايه ايوا زعما واش عليا شي ذنب؟ واش ما خفتيش يسمعك دابا ويعرف صوتك؟ لا ما كاين. طيب علاش كتهزي لي يا مريم؟ واش ما تيعطيش؟ واش لا ما ماشي ما كيعطيش، ما زعما ما عمره ما دخل شي حاجه للدار، وما عمره فاش كتقول شي حاجه غا قليله. يعني انت مصاريفك انت الشخصيه ما مهلاش فيك، تيعطيك شي حاجه قليله؟ لا لا لا، وتتحاسب معايا عاد. ومنين كتهضري معاه بهدوء وكذا وتهلا فيا واعطيني؟ لا والو، تقول لي انا عارفك راك تدوزي تتهزي. هو عارفك مريم. والوضع ديالو المادي مزيان؟ الله يجعل البركه مزيان الحمد لله. طيب ولا كنا سميت وجمعت زعما منه الفلوس، جمعت منه شي 5 ديال المليون. 5 مليون جمعتي؟ تبارك الله عليك. وعد شري وعدي تقريبا واحد راه 4 مليون ولا 5. واخا مريم بصحتك وراحتك، لكن لحتاج كنسلفو كيرد ليا.
طيب نجيبك صافي، هذا هو السؤال اللي عندك يا مريم. صافي طيب نجيبك. واخا نجاوبوا بعدا مريم. نقول لهذه الأخت كنشكروها على هذه السماحة ديالها وعلى هذه البساطة ديالها، شكرا. ولكن تيبقى أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. فهذه الحالة هذه تنسولوا الأخت ديالنا سميتها هذه مريم. مريم واش الزوجة دا ما كاينش الماكلة في الدار، الماكلة ما تيوفرش، ما تيوفرش لكم الحاجيات ديالكم الأساسية في الدار، ما مثلا بغيتو الدواء ما لقيتوش، ما كتلقاوش الدواء، بغيتي تلبسي ما تتلقايش تلبسي، هذا الشيء كله كاين أستاذ. ولكن تتبغي شي حوايج أخرين ومع العلم هو تيقول لها كيقولها عارفك تتهزي، واش هذا واش هذا يعني كيهز عليها الإثم أنه هو عارفة تتهز؟ لا شوف قلنا لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب خاطر. الا كان هذا الزوج هذا قد عارف وعانى عارف عارف زعما الله يسامح، الا كان بحال هكا والله يسامح. وملي كيوقف على الفلوس يعني عارفه هو ما خداماش كيمشي عندها كتعطيك كتسلفو حتى كيرجع لها يعني. لا الا كانت بحال هكا بالعلم ديالو هو عارف حاس تنقولوا حنا حاس بانك كتهزي لاخري عارف مزيان مش مشكلة. طيب المشكلة هو ما عارفش وكتمشي والله علمت شنو تدير بدوك الفلوس والحمد لله البيت فيه كفاية ومفرد بحد الكفاف كل النواحي. طيب حنا دائما هذا الجواب يعني واضح، هذه المسألة ديال ما خصش المرأة تهزود، ولكن بغينا نتكلموا على الجانب الآخر أستاذ. دابا واش الرجل إذا كان ميسور مهم الحمد لله كيخصو يعطي لمرته واحد المصروف ديالها خاص بها كل شهر يعني مخصص، ماشي ديك القضيه ديال غدا الحمامة كي 20 درهم ولا 50 درهم ولا هذا، لا واحد المصروف معين وفيه الحاجيات ديالها كامله، اولا هو غير مجبر بل مجبر فقط بالمصروف ديال الدار وبوليداته والماكله والشراب الى غير ذلك من الاساسيات. هو الزوج في الانفاق ديالو مكلف بالإنفاق على العائلة ديالو بما فيه الزوجة ديالو بما فيه هو راسه بما فيه وليداته، أن يؤمن لهم الأكل والشرب واللباس والصحة والتعليم والرفاه في البيت. هذا الواجب، ما سوى ذلك كيبقى الأريحية ديال كل زوج مع الزوجة ديالو شنو كيتفقوا عليه. مثلا زوجتي أنا أقدرك يعني أنا بغيتك تكون ديما النظافة والطهارة والكذا، وأريد تقصد على الطهارة والنظافة ما دخلش لا أخصصه لك مش ما دخلش في الواجبات احنا جاي لا راه دخل في الواجبات، ولكن هو ملي قلتي الهضره الاولى يعني كتعني على الماكله والشراب فقط، راه موفر شنو قلنا موفر لهم شنو لكن نهضروا على المرأة وراه بطبيعه الحال المراه راه غادي تطالب الزوج ديالها يعني ديال التزيون ديال كذا، راه كتدخل في الامور ديال الحياه ديالهم. مخرج يقول لنا وقيلا تعطلنا، هذا هذا هذه نقطه مهمه الا سمحتي نخليوها نهار اثنين ان شاء الله نتكلموا عليها كموضوع. شنو الواجب يعني على الرجل انه يوفر للمراه ديالو في اطار العلاقه الزوجيه، وما تقلقوش الرجال كذلك نهار ثلاث نعطيو شنو عاوتاني خاص النساء يوفروا للرجال في العلاقه الزوجيه في دين ودنيا دائما على شدايف شدا تيفي. نشكرك فضيله الاستاذ داعيه والشيخ الاستاذ عبد الرحمن السكاج، ونختم كالعاده بدعاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، تولنا فيمن توليت، عافنا فيمن عافيت، اكفنا شر وسوء ما قضيت، فإنك يا مولانا تقضي ولا يقضى عليك، لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، تقبل منا تلاوة القرآن، اعتق رقابنا من النار، واعف عنا يا عفو يا غفور. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.